وقال وفيها في سنة 616 والكلام للذهبي في سنة 616 هجري غضب المعظم على القاضي زكي الدين بن الزكي، وسببه أن عمته ست الشام بنت أيوب مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة، فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليه، فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت. فقال المعظم يذهب إلى عمتي، يعني يهدد القاضي، يقول قال المعظم يذهب إلى عمتي بدون إذني ويسمع هو والشهود كلامها. وكان المعظم يبغض هذا القاضي من أيام أبيه، فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقشة فيها قباء وكلوتة، القباء أبيض والكلوتة صفراء، وقيل بل كان حمراوين مدرنين. لاحظ أراد أن ينكل بالقاضي. يقول وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم فيهما، فلم يستطع القاضي إلا أن يلبسهما وحكم فيهما، ثم دخل داره واستقبل مرض موته، وكانت وفاته في صفر من السنة الآتية بعدها. لاحظ كيف يستخف بالقضاة، مات من القهر من الظلم الذي وقع عليه، ومع هذا يبقى الخليفة، يبقى المعظم إمام وخليفة وأمير المؤمنين وولي أمر المسلمين ومفترض الطاعة ومغفور له، يبقى مغفورا له وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين ومفترض الطاعة ومن حكام وسلاطين الدولة القدسية المقدسة. قال ابن كثير وكان الشرف بن عنين الزراعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد، ويقال إنه اعتكف بالجامع أيضا، فأرسل إليه المعظم للجامع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن الدواعش المارقة يحرضون على الحكام، على الحكام العرب، على الحكام المسلمين. من الحكام العرب؟ من سمع، من قرأ، من شاهد، من توثق بأن الحكام العرب فعلوا مثل ما فعل حكام الدولة القدسية، دولة ابن تيمية ومنهج ابن تيمية؟ التفت ماذا فعل؟ قال أظهر النسك والتعبد. هذا ابن عنين الزراعي، الشرف ابن عنين الزراعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد، ويقال إنه اعتكف بالجامع أيضا، فأرسل إليه المعظم بخمر ونرد ليشتغل بهما. اعتكف بالجامع اعتكاف يستخف به وبالجامع وبالحرمات، يرسل إليه الخمر والنرد، يقول تلهى بهذه اشتغل بهذه. فكتب إليه ابن عنين يا أيها الملك المعظم سنة أحدثتها تبقى على الآباد، يا أيها الملك المعظم سنة أحدثتها تبقى على الآباد، تجري الملوك على طريقك بعدها، خلع القضاة وتحفة الزهاد. وهذا من أقبح ما يكون أيضا، والكلام لابن كثير. أقول ومع ذلك فإنها دولة قدسية وتبقى قدسية حسب كلام ابن كثير ومنهج ابن تيمية، ويبقى المعظم خليفة وإمام وأمير مؤمنين ومفترض طاعة، وعلى الإسلام والمسلمين السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.